فاتت عن تفاصيل الاهرامات، واتكلمنا عن ازاي ان مصر مش لوحدها هي المكان اللي فيه اهرامات، واتكلمنا كمان عن اهرامات السودان، وقلنا ان عدد الاهرامات اللي موجوده في مصر والمكتشفه حتى الان 140 هرم. النهارده هجاوب على بعض الاسئله اللي خدتها من اصحابي وبعض الناس سالتني. طيب يا عزمي، لو زرت الهرم، هل الهرم هو عباره عن فري ستاندنج بيلدينج، يعني هو مبنى منفرد لوحده كده؟ المصري لما جه يبني الهرم بنى الصرح بتاع الهرم لوحده، ولا هو عباره عن مجموعه ممكن نسميها مع بعض المجموعه الهرميه؟ حلو قوي السؤال ده. تعالى نبدا من البدايه ونقول ان المصري القديم لما بدا يعمل فكره الاهرامات، واول هرم بني في التاريخ المصري القديم هو هرم زوسر اللي موجود في سقاره، المعروف بهرم سقاره المدرج. الهرم ده اتعمل له مجموعه اتسمت بالمجموعه الجنازيه، المجموعه الجنازيه، وده لان هناك كان بتقام فيه الشعائر الجنائزيه بتاعه الملك زوسر. بس مع بدايه الاسره الرابعه، نهايه الاسره الثالثه وبدايه الاسره الرابعه، بدا يتعمل مجموعه ثانيه العلماء اصطلحوا على تسميتها المجموعه الهرميه. وفي اختلاف كبير جدا ما بين المجموعه بتاعه الملك زوسر والمجموعات الهرميه اللي احنا شفناها بعد كده مع ملوك الاسره الرابعه. طيب ايه المجموعه الهرميه دي يا عزمي؟ واحده واحده مع بعض علشان نفهم ايه هي المجموعه الهرميه. المجموعه الهرميه بتبدا معانا بمعبد العلماء اصطلحوا على تسميته بمعبد الوادي، اللي هو الفالي تمبل. معبد الوادي ده اتسمى كده علشان هو بيبص على الوادي الخصيب او على نهر النيل، بيبص على نهر النيل. ومن اشهر معابد الوادي اللي موجوده في مصر كلها هو معبد الوادي بتاع الملك خفرع اللي موجود في اهرامات الجيزه. من معبد الوادي بعد كده بياخدنا طريق العلماء اصطلحوا على تسميته بالطريق الصاعد. الطريق الصاعد ده هو اللي بيعمل وصله ما بين معبد الوادي ومعبد تاني بنسميه المعبد الجنائزي، المعبد الجنائزي. يبقى انا عندي كده معبد وادي اللي بيطل على النيل مباشره، واللي منه بيبقى موجود هناك ميناء، ميناء بياخد الاحجار اللي بيجيبها المصريين علشان يبنوا المجموعات الجنائزيه بتاعه الملوك، وبيودي بعد كده معبد الوادي ده على طريق صاعد تاني او على طريق تاني بنسميه الطريق الصاعد، ومنه على طول بنطلع على المعبد التاني اللي بنسميه المعبد الجنائزي اللي بيقام فيه بعض الشعائر الجنائزيه على جثمان الملك قبل دفنه. من المعبد الجنائزي بياخدنا على طول للهرم الاساسي او الرئيسي بتاع الملك، الهرم الاساسي او الرئيسي بتاع الملك نفسه. جنبه في بعض الاهرامات التانيه اللي بنسميها اهرامات الملكات، وبعض العلماء بيقولوا على بعض الاهرامات دي الساتلايت بيراميد او الهرم الجانبي، علشان هي موجوده بالجانب من اهرامات الملوك نفسهم. طيب عندي بعض الملوك اللي فضلوا ان هم يعملوا لنفسهم حفرات موجوده بجانب الاهرامات بتاعتهم علشان يتحط فيها مراكب. الناس اصطلحت بالغلط على تسميتها بمراكب الشمس، ولكن المراكب دي هي مراكب لنقل الاثاث الجنزي والامتعه والحاجات اللي الملك استخدمها او هيستخدمها في العالم الاخر. واشهر مراكب معروفه للملوك في مصر القديمه هي مركب خوفو اللي موجوده في منطقه اهرامات الجيزه، وعندنا دلوقتي مركبين مشهورين جدا للملك خوفو، المركب اللي فعلا موجوده في المنطقه بتاعت اهرامات الجيزه اللي احنا بنسميها المتحف ذو القطعه الواحده اللي هي الاساسيه اللي هي مركب خوفو، ومركب خوفو الثانيه اللي بيتم الاعداد ليها دلوقتي علشان نقلها للمتحف المصري الكبير اللي ان شاء الله هيتم افتتاحه في 2021، ويا رب ان شاء الله باذن الله مزيد من التقدم لمصرنا الحبيبه الغاليه في افتتاح المتحف المصري الكبير اللي طال انتظاره. يبقى دلوقتي باختصار شديد جدا، المجموعه الجنازيه في مصر القديمه واللي بدات تتبني مع نهايه الاسره الثالثه وبدايه الاسره الرابعه كانت عباره عن معبد وادي، طريق صاعد، المعبد الجنزي، وبعد كده عندي الهرم بتاع الملك نفسه وجنبه اهرامات الملكات او الساتلايت بيراميدز اللي هي الهرم بتاع الشعائر او بيسموه بعض العلماء الاهرامات بتاعت الكا، وعندي جنبهم كمان الحفرات بتاعه المراكب اللي كانت اساسا بتنقل الاثاث الجنزي بتاع الملك والامتعه اللي هو محتاجها في العالم الاخر، واللي بعض العلماء كمان بيظنوا ان بعض المراكب دي استخدمت بالفعل لنقل الامتعه من العاصمه منفي للجبانه الملكيه في منطقه اهرامات الجيزه. مكملين مشوارنا ومكملين رحلتنا عن الاسرار والاثار الموجوده في اهراماتنا المصريه، وهنكمل الحلقه الجايه ان شاء الله.
لو عجبك الفيديو من فضلك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة بتاعتنا علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تفعل الجرس علشان تشوفنا وتتابع كل حلقاتنا مع Secrets of Egypt مع الأثري عزمي سلامة، وحلقاتنا الجاية ومكملين أسرار وآثار مصر القديمة. يلا.